بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ دلوقتي الريكورد بتاع الاستومك، تاني ريكورد في الجي اي تي. اول حاجة الهيستولوجي بتاع الاستومك. الهيستولوجي بتاع الاستومك بيتكون اول حاجة من الميوكوزا، زي اي اورجان في الجي اي تي اللي فوق ده، كل ده الميوكوزا. تمام، الميوكوزا الفولدز اللي فيها دي، الحتة دي الانفاجينيشن اللي تحت ده، دي اسمها الجاستريك بيتس، الحته دي اسمها الجاستريك بيتس. بعد كده تحت الميوكوزا في الساب ميوكوزا، وبعد كده الماسكولاريس اكسترنا، وبعد كده بره خالص اللاير بتاعت البريتونيوم اللي اسمها السيروزا. يبقى احنا عندنا الميوكوزا ودي الجاستريك بيتس، وده هي الساب ميوكوزا، ودي الماسكولاريس اكسترنا، ودي بعد كده اللاير بتاعت مين؟ بتاعت السيروزا. الميوكوزا بتتكون من ميوكوزا الجلانز، خلاص بتتكون من ميوكوزا الجلانز. ما بين الجلانز لونهم احمر، هتلاحظوا ان في حاجة بين الاحمر ده، حاجة لونها بينك فوق كده، فراغات بيضة او بينك بين الجلانز. السبيسز دي ده كونكتيف تيشو الجلانز نايمة عليه، اسمه اللامينا بروبريا. يبقى الميوكوزا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جلانز خلاص نايمين على كونكتيف تيشو اللي هو اللامينا بروبريا. الميوكوزا دي اللي هي الجاستريك ميوكوزا بتتكون من حاجتين. اول حاجة السوبرفيشال لير اللي اسمها الفوفيلر جلاند، تاني حاجة اللير التحتانية خالص اللي هي اللي فيها بقى الايه الجلاندولر كومبوننت نفسه. يبقى احنا عندنا الميوكوزا دي سوبرفيشال لير اسمها الفوفيلا، وبعد كده تحت الفوفيلا في برضو جزء من الميوكوزا اسمه الميوكوزال جلاند. ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ احنا عندنا الاستومك اساسا عبارة عن كام جزء. اول حاجة الجزء اللي تحت الاسوفيجس ده اللي هو اسمه الكارديا، تمام، وبعد كده ده كل ده البادي او الفاندس. البادي هو الفاندس، البادي والفاندس بتاع الاستومك. وبعد كده الجزء التحتاني خالص ده اللي هو قبل دخلة الديودينم اسمه البايلوريك انترم. يبقى احنا عندنا الاستومك اول حاجة الجزء اللي بعد الاسوفيجس على طول اسمه الكارديا، وبعد كده البادي والفاندس، وبعد كده الجزء الاخير خالص قبل دخلة الديودينم اسمه البايلوريك انترم. تمام، يبقى لما اقول لك فاندس هو بادي، ولما اقول بايلورس هو الانترم. تمام، الكارديا ملهاش دور معانا قوي في حصة الاستومك النهاردة. المهم الجاستريك ميوكوزا اللي احنا قلنا عليها دهيت بتفرق من شكلها، بيفرق ما بين الفاندس والبادي وما بين منطقة البايلورس. كل واحدة فيهم لها شكل مختلف عن التانية. الفرق في ايه؟ احنا كنا قلنا من الاول ان الجاستريك ميوكوزا عبارة عن السيرفس جلاند اللي اسمهم الفافيلر جلاند، وجلاند ديب ليهم اللي اسمهم اللي هم الجلاندولار كومبوننت، دول بيختلفوا على حسب مكان المنطقة، مكان الحتة في الاستومك اذا كانت فاندس ولا بادي ولا فاندس ولا بايلورس ولا ايه. بالنسبة للفافيلر جلاند دولم بيبقوا نسبتهم لنسبة الجلاندز اللي تحتهم بتبقى اللي فوق ربع، اللي هي الفوفيلر جلاند ربع 25%، والجلاندولار كومبوننت بتبقى 3/4 حجم الميوكوزا، ده في الفاندس والبايلور والبادي. لكن نسبة الفوفيلر جلاند للجلاندولار كومبوننت اللي تحتهم بيكون 50% ل50% في منطقة البايلوريك انترم. الكلام اللي انا بقوله ده، تعال نشوف بالرسم. اول حاجه لو احنا عندنا مثلا دي منطقه الفندس، اللي فوق دولم اللي اسمهم ايه، اللي فوق دولم الحاجات دي هم دولم الفوفيلر جلاند، دول كده هم الفوفيلر جلاند. تمام، طيب الفوفيلر جلاند دول سيرفس جلاند بيطلعوا ميوسين. اللي تحتهم دي بقى كل من اللي تحتهم ده اسمه جلاندولار كومبوننت، ودي على بعضها كلها كده اسمها الميوكوزا اللي هو الجاستريك ميوكوزا. فانت هتلاقي هنا الحتة دي احنا واخدينها من الفاندس او البادي بتاع الاستومك، هتلاقي ان ربع الاولاني عبارة عن اللي هي الايه الفوفيلر جلاند دي، والتلات ارباع اللي تحت دولم جاستريك جلاندز. الجاستريك جلاندز اللي في الفاندس والبادي بيبقوا مينلي بارايتال سيلز والشيف سيلز. البارايتال سيلز والشيف سيلز اللي هما البارايتال سيلز طبعا اللي بتصنع ال HCL، والشيف سيلز اللي بتطلع مين؟ البيبسين او البيبسينوجين اللي بيتحول بعد كده لبيبسين.
فانت عندك نسبه الجاستريك فوفيولار جلاند لنسبه البارايتال سيلز والشيف سيلز في منطقه الفاندس والبادي بتبقى ربع لثلاث ارباع، تمام؟ ده فين؟ في منطقه الفاندس والبادي. يبقى البارايتال سيلز والشيف سيلز دول مش موجودين غير في الفاندس والبادي، ونسبتهم لنسبه الفوفيولار دول ثلاث ارباع ودي ربع، تمام؟ لو جيت بقى انت حضرتك لمنطقه البايلوريك انترم، هتلاقي ان في البايلوريك انترم دولم كده، شايفين دول الجاستريك، دول كده الفوفيلا اهي، شايفين الفوفيلا هنا بقى حجمها قد ايه، دول كده الجاستريك اللي هما السيرفيس جلانز او الفوفيلر جلانز، واللي تحت دولم الجلانز بتوع اللي هما مين، البايلورس نفسه. نسبه الفوفيلا لنسبه الجلاندولار كومبوننت هنا 50 لـ50، تمام؟ والجلانز اللي موجودين في منطقه البايلوريك انترم دول يا ولاد، والجلانز اللي موجودين في منطقه البايلوريك انترم دولم، دول مين دول؟ مش بارايتال سيلز ولا شيف سيلز زي التانيين، لا دول ميوسين سكريتنج سيلز، تمام؟ يبقى دول كده ميوسين سكريتنج سيلز، لكن الجلانز دي في منطقه الفاندس او في منطقه البادي كانوا شيف سيلز وكانوا بارايتال سيلز. يبقى اي منطقه في الاستومك بتتكون من الفوفيلر جلاند مع جلاندولار كومبوننت. الفوفيلر جلاند دول ميوسين سكريتنج سيل، سواء كان في البادي او في الفاندس او في البايلورس، بس بيختلف نسبه الفوفيلا عن منطقه الجلاندولار كومبوننت على حسب المنطقه. لو احنا في البادي والفاندس بتكون الفوفيلا ربع حجم الميوكوزا، وبقيه الميوكوزا عباره عن بارايتال سيلز وشيف سيلز. لكن لو احنا في منطقه البايلوريك انترم، فانت هتلاقي ان الفوفيلا 50% من حجم الميوكوزا، وبقيه الجلاندولار كومبوننت عباره عن ايه، مش شيف سيلز وبارايتال سيلز خالص، مفيش ولا شيف ولا بارايتال في منطقه البايلورس او الانترم اللي هنا. الجلانز هنا ار ميوسين سكريتنج سيلز. يبقى دي كلام مهم جدا عشان هينفعنا بعدين في الديزيزز بتاعه الاستومك. الاستومك عباره عن تو كومبوننت، اول جزء منها فوفيلر جلاند، والجزء اللي تحتاني جلاندولار كومبوننت. الفوفيلر جلاند بتبقى ربع حجم الميوكوزا في الفاندس، والفوفيلر جلاند بتبقى نص حجم الميوكوزا في البايلوريك انترم. الجلاندولار كومبوننت في الفاندس والبادي بيكونوا بارايتال سيلز وشيف سيلز، والجلاندولار كومبوننت في منطقه البايلورس بيكونوا ميوسين سكريتنج سيلز. يعني البايلوريك انترم ما فيهوش ولا بارايتال سيلز ولا شيف سيلز، تمام؟ دي كده الجاستريك ميكوزا. يبقى الجاستريك ميكوزا فوفيلر كومبوننت وجلاندولار كومبوننت. الفوفيلا نسبه الفوفيلا نسبه الجلاند بتختلف. في الكارديا دي مش مهم، مش عايزينها، 50 تو 50 زي البايلوريك انترم بالظبط. يبقى الكارديا والانترم نسبه الفوفيلا لنسبه الجلاند 50 50، لكن في الفاندس نسبه الفوفيلا لنسبه الجلاند بتكون ربع الايه لثلاث ارباع. الفاندس سيل الجلاندولار كومبوننت فيه مين؟ بارايتال سيلز وشيف سيلز، لكن الانترم بيطلعوا مين؟ بيطلعوا بس ميوسين، سواء كان السوبرفيشال فوفيلر كومبوننت او الجلاندولار كومبوننت، ما فيهوش ولا شيف ولا بارايتال سيلز. الانترم في وسط الميوكس سكريتنج سيلز اللي فيه، في سيلز مهمه جدا اسمها الجي سيلز. الجي سيلز دي يا ولاد اللي بتطلع الجاسترين. الجاسترين ده هو اللي بيستيميوليت البارايتال سيلز انها تطلع الاتش سي ال. يبقى الانترم فيه ميوسين سكريتنج سيلز، بس في كمان في وسطهم سكاترد سيلز اسمها الجي سيلز. الجي سيلز دي بتستيميوليت الشيف سيلز، سوري، بتستيميوليت البارايتال سيلز انها تطلع لنا مين؟ الاتش سي ال. ده مختصر الهيستولوجي بتاع الاستومك. لما نيجي بقى ندخل في الديزيزز بتاعه الاستومك، اول طبعا الاستومك دي مهمه جدا جدا. ايه اهم حاجه تركز عليها في الاستومك؟ اهم ديزيزز في الاستومك مهمه قوي عندنا الاوتو اميون جاسترايتس. دول اهم حاجه عندنا النهارده، الاوتو اميون جاسترايتس والبيبتيك ألسر والاتش بايلوري جاسترايتس والجاستريك كارسينوما. الاربع مواضيع دول من اهم المواضيع في الاستومك ومن اهم المواضيع في الباثولوجي عامه. الاوتو اميون جاسترايتس، الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس، والبيبتيك ألسر، ومين؟ والجاستريك كارسينوما. اهم اربع مواضيع عندنا في الاستومك، ودول يعني لازم تبقوا فعلا فاهمينهم وحافظينهم كويس جدا.
اول حاجه هنتكلم عليها في الاستومك اللي هم الكونجينيتال ديس اوردرز. الكونجينيتال ديس اوردر في الاستومك اللي هي اهم واحده فيهم اللي هي البايلوريك استينوزس. يعني انت حضرتك لو عندك الاستومك بالمنظر ده كده، لو انت عندنا الاستومك بالمنظر ده كده وداخله هنا، دي ديودينم ودي منطقه البايلوريس. في كونجينيتال انومالي اسمها بايلوريك استينوزس، ان البيبي بيبقى مولود البايلوريس مسدود خلاص، فبأي اكل بياكله خلاص بيقف عند مرحله الاستومك ومش بيعدي. فتلاقي البيبي على طول من اول يوم عنده بروجكتايل فوميتنج. يعني ايه بروجكتايل فوميتنج؟ يعني فوميتنج مفاجئ، تلاقيه فجاه مرجع بعد اي اكل. ليه؟ لان طبعا الاكل خلاص ما بيعديش، فاي اكل اي حاجه هيرضعها هيقوم مرجعها على طول. يبقى من اهم علامات الكونجينيتال بايلوريك ستينوزس بروجكتايل فوميتنج. ومعادها امتى البروجكتايل فوميتنج دي؟ ايرلي افتر بيرث، يعني مش بعد سنه، مش بعد كام شهر. خلي بالكوا عشان ده مهم جدا جدا في حل الكيز وفي حل الام سي كيو. الكونجينيتال بايلوريك ستينوزس يعمل فوميتنج في ساعتها بعد اول او تاني يوم، ايرلي افتر بيرث، مش هيستنى شهر ولا سنه ولا شهرين ولا الكلام ده. دي بتظهر بعد يومين من الولاده، اللي هي الكونجينيتال بايلوريك ستينوزس دي. تمام. طيب الموضوع اللي بعد الكونجينيتال بايلوريك ستينوزس موضوع الاكيوت جاسترايتس. تمام. احنا عارفين طبعا ان الجاسترايتس اي انفلاميشن في الدنيا، يا اكيوت يا كرونيك. الاكيوت جاسترايتس دهيت يعني ايه؟ يعني حصل انفلاميشن في الجاستريك ميكوزا. طب الانفلاميشن اللي في الجاستريك ميكوزا امتى تبقى التهاب حاد؟ لو المسبب كان حاجه اكيوت، زي مثلا ناس شربت كميه كبيره من الكحول، ناس خدت دراج بيعمل جاسترايتس زي النسيد اللي هم نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين. تمام. ناس خدت كورتيزون. تمام. الكلام ده كله بيعمل اكيوت جاسترايتس. طبعا زي اي اكيوت كونديشن بتلاقي السيرفس ميكوزا فيها اديما وكونجيشن وهايبريميا وكل علامات الاكيوت انفلاميشن. تمام. وهتلاقي طبعا تحت الميكروسكوب الموضوع كله مليان نيتروفيلز وميكروفيجس والاديما فلويد والكونجستد فيسلز، الحاجات اللي احنا ايه متعودين عليها في الاكيوت انفلاميشن. وطبعا معهاش اي فايبروزس، مش بتهيل بالفايبروزس لان دي اكيوت. طيب المشكله بقى دلوقتي ان ليه الحاجات دي اصلا بتعمل جاسترايتس؟ الحاجات دي بتعمل جاسترايتس عن طريق حاجتين. ان هي ممكن تعمل دامج للجاستريك ابيثيليال سيلز على طول، تكسر الابيثيليوم او تعمل دامج للابيثيليوم، فعلى طول لما بتكسر السيرفس ابيثيليوم الاسيد بيدخل بقى وياثر على الاستومك ويعمل فيها انفلاميشن. ده المفروض عندك ان الاستومك دي محميه بكذا حاجه من الاتش سي ال اللي هي بتطلعه. اهم حمايه من الاتش سي ال اللي هي بتطلعه الحاجه اسمها الابيثيليال بارير وحاجه اسمها الميوكوزا البارير. الابيثيليال بارير ده يعني دول، لو دول كده السيرفس بتاع الاستومك ودي السيرفس اللي هي الجاستريك سيلز ودي اليومن اللي فيه الاتش سي ال. تمام. ليه الاتش سي ال بيبقى ما بيدخلش او ما بيأثرش على الابيثيليوم سيل، الابيثيليال سيلز دي وما تحتها؟ لان الابيثيليال سيلز دي مربوطه ببعضها بجانكشنز. الجانكشنز دي بتمنع دخول الاتش سي ال ان هو يأثر على بقيه الجاستريك ميكوزا، فده اسمه epithelial barrier. دي junctions between the epithelial cells بتاعت الاستومك بتمنع ان ال HCL يدخل ويأثر على الجلانس واللامينة بروبريا اللي ما بينهم اللي احنا لسه قايلينها في الهيستولوجي. طب افرض شوية HCL دخلوا، اللامينة بروبريا اللي هو الكونكتف تيشو اللي نايم عليه الجاستريك جلانس دي بتبقى highly vascular، فالفاسكولاريتي العالية اللي فيها تقدر توش اي اسد داخل، فكل الحاجات دي حماية من ال HCL. الى جانب ذلك طبعا ان الابيثيليال سيلز بتسكريت ميوسين، والميوسين فيه هاي كونتنت ده من الباي كربونات، فالميوسين والباي كربونات اللي على السيرفس بتاع الميوكوزا بيحمي برضو من الاتش سي ال. لو الحاجات دي كلها ما بقتش موجوده، حصل دامج للابيثيليال بارير والميوكوزا البارير، كل الكلام ده يؤدي الى حدوث ايه؟ الجاسترايتس. تمام. كمان الدراجز اللي بتنهبت البروستاجلاندين زي الاسبرين والنون ستيرويد الانتي انفلاماتوري والحاجات دي، الدراجز اللي بتنهبت البروستاجلاندين سينثيسيس بتاثر برضو على الميوكوزا البارير، عشان كده بتعمل اكيوت جاسترايتس. تعالوا بقى نتكلم في الموضوع المهم جدا جدا اللي هو الكرونيك جاسترايتس. كرونيك جاسترايتس مهم جدا جدا جدا.
يعني سواء كان الاوتو اميون جاسترايتس او سواء كان الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس. احنا عندنا الكرونيك جاسترايتس هما حاجتين، اوتو اميون جاسترايتس يا اما اتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس، والاثنين مواضيع في منتهى الاهميه. اول حاجه الاوتو اميون جاسترايتس ده فكرته ايه؟ قبل احنا نقول فكرته عامه، هنقول فكره كل حاجه عامه وبعد كده نقول الكلام اللي في الكتاب بيقول ايه. اول حاجه فكره الاوتو اميون جاسترايتس ان احنا عندنا المناعه بتاعتنا بتهاجمنا. بتهاجم ايه؟ بتهاجم جزء من الاستومك. بتهاجم ايه من الاستومك؟ بتهاجم البارايتال سيلز اللي بتطلع اتش سي ال، وبتهاجم وكمان البارايتال سيلز غير انها بتطلع الاتش سي ال بتطلع حاجه كمان اسمها الانترنسك فاكتور، والانترنسك فاكتور ده مهم للفيتامين بي ابزوربشن. فانت طلعت اوتو انتي بوديز اجينست البارايتال سيلز دي، دمرت البارايتال سيلز، فبالتالي ولا بقى يطلع عندك الاتش سي ال ولا بقى يطلع عندك الانترنسك فاكتور بتاع مين؟ بتاع الفيتامين بي 12 ابزوربشن. فهيبقى عندك مانيفيستيشن بسبب قله الاسيد ومانيفيستيشن بسبب قله الفيتامين بي 12. يبقى ايه الفكره؟ ايه الباثوجينيسيس بتاع الاوتو اميون جاسترايتس؟ الباثوجينيسيس بتاع الاوتو اميون جاسترايتس ان انت عندك اوتو انتي بوديز. الاوتو انتي بوديز دي كانت اجينست مين؟ كانت اجينست البارايتال سيلز اللي موجوده في البادي والفاندس. الاوتو انتي بوديز دي لما دمرت البارايتال سيلز، فالبارايتال سيلز بطلت تطلع اتش سي ال وبطلت تطلع كمان الانترنسك فاكتور. فلما بطلت تطلع اتش سي ال عمل حاجه اسمها الهايبو كلور هيدريا. يعني ايه هايبو كلور هيدريا او اكلور هيدريا؟ يعني ما خلاص ما بقاش فيه اسيد بيطلع. تاني حاجه عملت ان هي لما قللت الانترنسك فاكتور فقللت الفيتامين بي 12 ابزوربشن، فعملت لنا حاجه اسمها البرينيشس انيميا. تمام؟ والبرينيشس انيميا دي نوع من انواع الانيميا نتيجه لنقص الفيتامين بي 12. طيب تعالوا بقى اما نشوف الشكل ده تحت الميكروسكوب والشكل جروسلي. تفتكروا اول حاجه السايت الاوتو اميون جاسترايتس دي هتصيب اني جزء من الاستومك؟ طبعا احنا قلنا ده اوتو انتي بوديز اجينست البارايتال سيلز. هي البارايتال سيلز دي احنا اتفقنا من شويه اللي هي موجوده في اي حته في الاستومك؟ موجوده في الفاندس وموجوده في او البادي. يبقى بالتالي الاوتو اميون جاسترايتس اكيد هيبقى موجود في الفاندس والبادي، لكن عمره ابدا ما هيصيب الانترم لان الانترم اصلا ما فيهوش ولا بارايتال ولا شيف سيلز. يبقى الاوتو اميون جاسترايتس سبير الانترم. يعني ايه سبير الانترم؟ يعني ما تجيش في الانترم. طيب شكله ايه جروسلي؟ شكل الجروسلي الميوكوزا بتبقى عامله زي حته ورقه، خلاص ما عادش فيه الميوكوزا الروجي، ما عادش فيه الفولز بتاعت الميوكوزا، خلاص بقت عامله زي حته الورقه، بقت رفيعه. ليه بقى؟ عشان خاطر حصل فيها اتروفي من الاوتو اميون ديزيز. طب تحت الميكروسكوب بتلاقي ايه بقى؟ طبعا انت ده اوتو اميون ديزيز، يعني الانفلاماتوري سيلز هتبقى كرونيك، يعني هتبقى عباره عن ليمفوسايتس وبلازما سيلز وميكروفيجز. يبقى تحت الميكروسكوب احنا هنلاقي ليمفوسايتس وبلازما سيلز وميكروفيجز في منطقه الميوكوزا والسب ميوكوزا. تمام؟ يبقى انت هتلاقي ليمفوسايتس وبلازما سيلز وميكروفيجز في الميوكوزا، في الجرانس وفي اللامينا بروبريا والكلام ده. بعد كده ليتر اون، بعد مرحله الكرونيك انفلاميشن، هتلاقي كله في الاخر حصل فيه جلانجولار اتروفي. يعني ايه جلانجولار اتروفي؟ يعني الجلانس بقت رفيعه خالص، وهو ده اللي بيخلي الوول بتاع الاستومك يبقى عامل زي الورقه، لان انت حصل من كتر ما احنا عمالين نهاجم البارايتال سيلز ونهاجم الجاستريك ميوكوزا هيحصل اتروفي في الجاستريك ميوكوزا، فبالتالي تبقى عامله زي الورقه جروسلي. وطبعا في الاخر خالص هيحصل هيلينج باي فايبروزس. طب خدوا بالكم بقى ان اي جلاندولار اتروفي في الاستومك، اي اتروفي في الجلاند، اي حاجه بتعمل اتروفي في الجلاند ليتر اون تعمل انتستاينال ميتابليزيا وديسبليزيا وماليجنسي. يعني ايه الكلام ده؟ يا لو انت عندك دلوقتي مثلا في الاوتو اميون جاسترايتس، لو احنا عندنا في الاوتو اميون جاسترايتس حصل ان دي عندنا مثلا كده الجاستريك اهي ميوكوزا، دول كده الجاستريك ميوكوزا، والجاستريك ميوكوزا دي خلاص اتضربت بالاوتو انتي بوديز فحصل فيها اتروفي، فبقت عامله زي كانها سن، الوول بتاعها بقت سن مع مساحه الورقه وخلاص ما فيهوش الجلانز والكلام ده. بعد شويه تلاقي الحته اللي حصل فيها اتروفي دي اتحولت لإبيثيليوم شبه بتاع الانتستين اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هو الفيلاي اللي فيها الجوبلت سيلز. تمام؟ زي بتاعت السمول انتستين دي بنسميها الانتستينال ميتابليزيا. من الجاستريك ميكوزة تحولت لنوع تاني. اول ما يحصل انتستينال ميتابليزيا on top of atrophy في الجاستريك ميكوزة على طول دي بنعتبرها انها precancerous وتقلب later on لأدينو كارسينوما. يبقى ناخد بالنا
ان في الاوتو اميون جاسترايتس بيحصل اول حاجه كرونيك انفلاماتوري سيلولار انفلتريت في الميكوزا، وبعد كده يحصل جلاندولار اتروفي وفايبروزس في منطقه اللامينا بروبريا، وان اللامينا بروبريا دي الكونكتيف تيشو اللي نايم عليه الجاستريك جلاندز. ليتر اون في منطقه الاتروفي تقلب انتستاينال ميتابليزيا اللي هي فيلاي وجوبلت سيلز، وبعد كده الانتستاين ميتابليزيا دي عباره عن حاجه بري مالجنانت تقلب على طول لادينو كارسينوم. طب الكلينيكال بيكتشر زي ما اتفقنا، العيان ده هيجي بايه؟ هيجي بيشتكي بمانيفيستاشن بتاعه الهايبو اسيديتي، خلاص هيجي يشتكي ان في ما في الاتش سي ال طبعا مش موجود، هو مسؤول عن الهضم بتاع الاكل، وكمان عنده انيميا اللي هي البرنيشس انيميا. ليه؟ عشان خاطر مفيش انترنسيك فاكتور، فبالتالي هيبقى عنده المانيفيستاشن بتاعه الفيتامين بي 12 ديفيشنسي اللي انتوا خدتوها في البايوكيمستري وخدتوها في الفسيولوجي. لو عنده جلوسايتس التهاب في التانك، وعنده بريفرال نيوروباثي، عنده مشاكل في الاعصاب، تمام. طيب ده الاوتو اميون جاسترايتس او بيسموه تايب اي كرونيك جاسترايتس، وده از فيري امبورتنت. تاني حاجه مهمه جدا جدا الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس. الاتش بايلوري ده اورجانيزم، خلاص، باسيللاي. الباسيللاي ده هي بتعمل كرونيك جاسترايتس، تمام. لكن بص، ممكن يبقى ناس كتير مننا عندنا اتش بايلوري بس ما عندناش جاسترايتس، يبقى مش كل حد عنده اتش بايلوري عنده جاسترايتس. لكن هي مسؤوله برضو في بروبورشن معين من الناس اللي عندها اتش بايلوري بتديفلوب كرونيك جاسترايتس، يبقى مش اي حد عنده اتش بايلوري هيديفلوب جاسترايتس، تمام. المهم بقى الاتش بايلوري دي بقى بتعمل ايه؟ الاتش بايلوري اولا بتحب جدا جدا تقعد في منطقه السوبرفيشال جاستريك ميكوزا، بتحب تقعد قوي في الميكوزا اللي على السيرفس، السيرفس ميكوزا الجلانس بتاعت الاستومك، وبتحب قوي 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 منطقه البايلورس والبايلوريك انترم. يعني مش زي الاوتو اميون تحصل في الفندس والبادي، لا هي بتصيب الفندس والبادي بس ليتر اون، لكن هي اصلا بتحب قوي انها تقعد في الجاستريك ميكوزال سيلز اللي موجودين في البايلوريك انترم. الاتش بايلوري دي يا ولاد بتطلع ايه؟ بيحصل فيه زي ريكروتمنت للكومبلمنت كومبوننت والنيوتروفيلز، والنيوتروفيلز طلع بروتيزس، والبروتيزس دي هي المسؤوله عن الجلاند ديستراكشن في الكرونيك جاسترايتس. في حاجه مهمه بس نسيت اقول عليها قبل ما ادخل في تفاصيل الاتش بايلوري، تعريف الكرونيك جاسترايتس سواء كان اوتو اميون او سواء كان اتش بايلوري اسوشيتد، اي كرونيك جاسترايتس في الدنيا معناها ان في كرونيك انفلاميشن في الميوكوزا ومعاها اتروفي. يبقى اي كرونيك جاسترايتس معناه ان انا عندي كرونيك انفلاميشن في الميوكوزا، والكرونيك انفلاميشن دي معاها اتروفي. واحنا خلاص اتكلمنا عن الاوتو اميون وعرفنا بيعمل اتروفي ازاي، هنتكلم بقى عن الاتش بايلوري واسوشيتد جاسترايتس ونعرف ان هي بتعمل الاتروفي ازاي. اتفقنا خلاص ان الاتش بايلوري بتحب تقعد قوي في السيرفس ميوكوزا الجلاند بالذات في منطقه البايلوريك انترم، وان هي بتريكروت النيوتروفيلز، والنيوتروفيلز عندنا بتطلع مين؟ بتطلع البروتيزس اللي بتعمل دامج طبعا للجاستريك ميوكوزا. طب تعالوا بقى اما نتكلم عن الباثوجينيسيس بتاع الاتش بايلوري. الباثوجينيسيس بتاع الاتش بايلوري ستيل نوت كلير، يعني احنا مش عارفين قوي هي بتعمل اللي هي بتعمله ده ليه، بس هم لقوها يعني ان هي بتعمل كذا ايفكت بس السبب بتاعه مش معروف. لقوا ان الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس، ان الاتش بايلوري لما بتقعد في منطقه البايلوريك انترم بتطلع هاي كونتنت من الاسيد، خلاص ماشي. يعني الاتش بايلوري الموجوده في منطقه الانترم بتستيميوليت البارايتال سيلز اللي موجوده في الفندس والبادي انها تطلع اتش سي ال بزياده قوي، والاتش سي ال الزياده قوي ده اللي هي الهايبر اسيديتي دي طبعا بتزود احتماليات حدوث البيبتيك ألسر اللي هناخده كمان شويه. فهم لو ان الاتش بايلوري لما بتبدا تقعد في البايلوريك انترم بتستيميوليت البارايتال سيلز اللي في الفندس بطريقه ما اللي هي اصلا مش في منطقتها، ده هي قاعده في الانترم بس بتستيميوليت البارايتال سيلز اللي موجوده في البادي والفندس انها تطلع هاي ليفل من الاتش سي ال، والهاي ليفل من الاتش سي ال ده بيساعد على حدوث طبعا البيبتيك ألسر. لا قالوا مش معروف هي ليه بتعمل كده، بس قالوا احتمال ان البكتيريا دهيت يعني زي ما تكون ايه، هي البكتيريا دي قاعده في منطقه البايلوريك انترم اللي احنا اتفقنا كان في سيلز اسمها الجي سيلز، والجي سيلز دي اللي كانت بتطلع الجاسترين اللي كان مسؤول ان هو يستيميوليت البارايتال سيلز انها تطلع الاتش سي ال.
فقالوا ان هو غالبا بتبعت حاجات معينة زي انترلوكينز او سايتوكاينز او الحاجات دي تقلل الريسبونسيف بتاع البارايتال سيلز للجاسترين. فلما البارايتال سيلز يقل الريسبونس بتاعها للجاسترين، يعني الجاسترين يروح لها يقول لها طلعي اتش سي ال، هي ما ترضاش تطلع، فده يؤدي لفيدباك انكريز للجاسترين ليفل، فلما الجاسترين يزيد يزيد الاتش سي ال. فهم قالوا كده، قالوا ده احتمال يبقى تفسير، لكن هم لسه مش عارفين هي ليه قاعده في الانتروم وبتستيميليت البارايتال سيلز اللي في البادي والفندس انها تطلع هاي ليفل من الاتش سي ال. لقوا كمان بعد فتره هي مش بتعمل كده وبس، هي مش بتعمل هايبر اسيديتي وبس، لا ده بعد فتره الهايبر اسيديتي دي بتتحول لحاجه تانية. لقوا ان هي قاعده في الانترم، بس لقوا ان بعد فتره بتعمل بان جاسترايتس. يعني ايه بان جاسترايتس؟ يعني تبقى موجوده في كل المكان بتاعت الاستومك، هي موجوده في الانترم بس تلاقيها عملت كمان جاسترايتس في البادي وفي الفندس، تمام؟ والجاسترايتس ده بعد كده يقلب بمالتي فوكال اتروفي، تلاقي مناطق في الاستومك خلاص بقت اتروفايد وحصل فيها فايبروزس، وبعد كده يحصل عليها بقى الايه الانتستاينال ميتابليزيا والكارسينوما زي ما احنا عارفين في اي حاجه بيحصل فيها اتروفي، تمام. يبقى لقوا ان الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس الباثوجينيسيس بتاعها ده غريب ولسه مش مفهوم، بتحب تقعد في منطقه الانترم البايلوريك انترم، ولما بتقعد في منطقه البايلوريك انترم بلاقوا انها بتستيميوليت او بتزود السكريشن بتاع الاتش سي ال من البارايتال سيل اللي موجوده في الفندس، ودي بطريقه مش مفهومه. لقوا كمان ان هي بعد فتره تعمل بان جاسترايتس، يعني هي بدات انترم وتلاقيها بعد كده راحت عملت انفلاميشن او جاسترايتس في البادي والفندس، وبعد كده الانفلاميشن اللي في البادي والفندس ده يقلب بمالتي فوكال اتروفيك جاسترايتس، يعني تلاقي ان البادي والفندس بقت الميكوزه بتاعته عامله زي حته الورقه، حصل اتروفي خلاص للجلانس والميكوزه، وبعد كده يقلب في الاخر بفايبروزس وانتستاينال ميتابليزيا وانتستاينال وجاستريك كارسينوما، تمام كده. طيب تحت الميكروسكوب لقوا ايه؟ لقوا ان جوه الجلانس بتاعت الاستومك لقوا فيها نيوتروفيلز، انترا ايبيثيليال نيوتروفيلز، دي اول حاجه. لقوا ان في اللامينا بروبريا اللي هو الكونكتيف تيشو اللي نايم عليه الجلاند ده في بلازما سيلز وليمفوسايتس وكرونيك انفلاماتوري سيل انفلترت بكثره، يعني في دنس بيسموها دنس ليمفو بلازماسيتك انفلترت، يعني لقوا في نيوتروفيلز موجودين في الابيثيليوم اللي هو في الجلاندز او في اللامينا بروبريا، ولقوا مع النيوتروفيلز ده دنس ليمفو بلازماسيتك انفلترت، يعني ليمفوسايتس وبلازما سيلز، لدرجه ان الليمفوسايتس من كترتهم ممكن يارينج ويعملوا فوليكلز، يعملوا فوليكلز زي اللي موجوده في الليمف نود، والفوليكلز دي بتبقى فوليكل من الجيرمينال سنتر اللي هي السكندري فوليكل اللي هي السنتر بتاعها بهتان. يعني ايه فوليكل بجيرمينال سنتر؟ يعني رياكتيف، رياكشن من الفوليكل اللي وجود اورجانيزم. فلقوا ان في لوكوسيتك انفلترت في نيوتروفيلز مع دنس ليمفوبلازماتيك انفلترت، لدرجه ان ممكن الليمفوسايتس ارينج فوليكلز والفوليكلز تبقى ليها جيرمينال سنتر، يعني هي رياكتيف ليمفوسايتس. بنشوف ايه تاني تحت الميكروسكوب؟ بنشوف تحت الميكروسكوب كمان الاورجانيزم نفسه زي اللي احنا شفناه في العملي، بنلاقي الاورجانيزم عباره عن كيرفد باسيلاي او يعني عصيان كده موجوده في الجاستريك في اليومن بتاعت الجاستريك ميكوزا الجلاند. يعني لو انت عندك، لو جينا كبرنا على واحده من دول، على جلاند من دول كده بالمنظر ده، بنلاقي ان في اليومن بتاعتها في اللي هي الاتش بايلوري اورجانيزم اللي هي الكيرفد ايه باسيلاي دي، تمام كده. وبالذات لما بنيجي ندور تحت الميكروسكوب بندور في السيرفيس جلاند، بيحب يقعدوا فوق الوش، تمام كده. طيب طبعا الحاجات دي كلها الانفلاماتوري انفلتريت ده كله بيتخن قوي الميوكوزا الفولز، بيعمل سيكننج للجاستريك روجي او للجاستريك ميوكوزا الفولز. طب ازاي هنعمل دايجنوزس للاتش بايلوري اسوشيتد جاستريتس؟ في شويه لابوراتوري تيست كده بيتعملوا، طبعا مش عليكم سيرولوجي، يعني بنشوف الانتي بادي اللي اجنست الاتش بايلوري، ده معنى كلمه سيرولوجي. حاجه اسمها يوريا بريس تيست، خلاص ممكن تكونوا هتاخدوه في المايكرو او حاجه، ده تيست بيتست بريزنس بتاع الاتش بايلوري بس عن طريق النفس. اليوريا بريس تيست ده بيورينا الاتش بايلوري عن طريق تيست بالنفس، تمام. ممكن كمان نعمل ايه بقى بتاعتنا، ان احنا ناخد بايوبسي من الجاستريك ميوكوزا دي، ندخل بالمنظار
بالاندوسكوب وناخد حته من الجاستريك ميكوزا ونحللها تحت الميكروسكوب، هنلاقي ايه بقى لما نحللها تحت الميكروسكوب؟ نلاقي الميكروسكوبيك بيكتشر اللي احنا قلنا عليه، اللي هي عندنا طبعا الاتش بايلوري اللي هي روت شيب بس اللايف سيرفيس ميكوزا الجلاند، وبنلاقي الانترا ايبيثيليال انفلترت من النيوتروفيلز ودنس ليمفوبلازماتيك انفلترت ويز فوليكل فورميشن ويز جيرمينال سنتر، وبنلاقي ان اريا من الميكوزا طبعا بيكون فيها ايه بعد كده، بيكون فيها اتروفي وفايبروزس والكلام ده طبعا ده بعد فتره في اللونج ستاندنج جاسترايتس. طيب الفيت والكومبليكيشن، اهم كومبليكيشن للاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس اللي هو حدوث ايه؟ مش احنا اتفقنا ان بيبقى فيه اتروفي والاتروفي بيحصل عليها انتستينال ميتابليزيا وتقلب ادينوكارسينوم، يبقى من اهم الكومبليكيشن في الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس ان يحصل معاها ادينوكارسينوم. خلاص كمان ايه شايفين الفوليكلز، شايفين الدنس لينفو بلازماتيك انفلترت والفوليكل، الفوليكلز دي تقلب بعد كده للليمفومز اللي هو مالجننت تيومر في الليمف نود. فمن الكومبليكيشن بتاع الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس ان يحصل ادينوكارسينوما، خلاص اللي هي طبعا بيبقى اتروفي وانسان ميتابليزيا بعد كده تقلب ادينوكارسينوما، ومعاها مين؟ ومعاها ليمفوما من الفوليكلز اللي هي بتعملها دي، يطلع منها ليمفوما. طيب الليمفوما اللي طالعه من الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس نوع من انواع الليمفوما اسمه مالت ليمفوما. اسمه ايه؟ اسمه مالت ليمفوما، ده الليمفوما اسمها كده اللي هي ميكوزال اسوشيتد ليمفويد تيشو ليمفوما، يعني ميكوزال اسوشيتد ليمفويد تيشو اللي هي معنى كلمه مالت دي، فبيسموها مالت ليمفوما. ده نوع من انواع الليمفوما بيكون لو جريد شويه، يعني نوع بروجنوزس بتاعه بيكون حلو. تمام دي ال H pylori associated gastritis. طيب في بقى حاجة كده يعني هقولها لكم، مثلا مش عشان خاطر هي مش عليكم اصلا، بس عشان خاطر افرض كتير جدا جدا الناس بتاخد gastric biopsy بالاندوسكوب، كل الناس يعني غالبا معظمنا عنده gastritis، ففي ناس من كتر الجاستريتس اللي عندها بتروح تاخد بايوبسي بالمنظار وتيجي تقول لك يا دكتور انا عملت التحليل ده، تحليل الباثولوجي ده واقراهولي، فانت تلاقي مكتوب عندك مثلا ان هي كرونيك جاسترايتس اتش بايلوري اسوشيتد في الدايجنوزس بتاعها، تلاقي مكتوب كده كرونيك جاسترايتس اتش بايلوري اسوشيتد، وتلاقي كمان مكتوب في التقرير بتاعنا بتاع الباثولوجي ان هي مثلا مودريت انتنسيتي ومودريت اكتيفيتي او مايلد انتنسيتي مايلد اكتيفيتي، يعني تلاقيه معلق على حاجه اسمها اكتيفيتي وحاجه اسمها انتنسيتي وبدرجات، مدي الاكتيفيتي درجه مايلد او مودريت او سيفير، ومدي الانتنسيتي درجه مايلد او مودريت او سيفير. ايه بقى الفرق بين الاكتيفيتي والانتنسيتي؟ الاكتيفيتي دي بتدل على كميه النيوتروفيلز اللي عامله اتاكينج للميوكوزا او للابيثيليوم واللامينا بروبريا، لكن الانتنسيتي الانتنسيتي دي بتدل على كميه الليمفوبلازماتيك انفلترت. يبقى كلمه اكتيفيتي معناها قد ايه ليمفوسايتس عامله اتاك، مايلد ولا مودريت ولا سيفير، وكلمه انتنسيتي يعني قد ايه ليمفوسايتس وبلازما سيل عاملين اتاك، مايلد ولا مودريت ولا سيفير، ده معنى كلمه اكتيفيتي وانتنسيتي. تمام طيب الديزيز اللي بعد كده هنتكلم عن البيبتيك ألسرز. البيبتيك ألسرز دول هنقسمهم برضو لاكيوت وللكرونيك. الاكيوت بيبتيك ألسر ده يعني عامل زي الاكيوت جاسترايتس كده، ايه بيحصل؟ هنلاقي ان السيرفس هتلاقي ان في حته كده من الميكوزا وقعت، حصل فيه ديفكت، خلاص الميكوزا حصل فيه طبعا سيرفس ميكوزا الديفكت، وفي مكان الديفكت ده هتلاقي طبعا هنا ايه لما تيجي تبص عليه تحت الميكروسكوب هتلاقي طبعا ان على السيرفس مفيش ميكوزا، الميكوزا اللي هنا وقعت، والصب ميكوزا حاجه اسمها ألسر بيد. تمام يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني انت مش اي بايوبسي من الاستومك تاخدها تلاقي حته ابيثيليوم واقع تقول ان دي ألسر، لا ممكن تكون ابيثيليوم حصل فيه شادنج عادي، فانت مش اي ابيثيليوم واقع تقول عليه ألسر. امال امتى اقول ألسر؟ اقول ألسر لما الاقي ان في ابيثيليوم واقع وتحت الابيثيليوم اللي واقع دي حاجه اسمها الألسر بيد. يعني ايه ألسر بيد؟ بتبقى اريا كده من جرانيوليشن تيشو. تمام يبقى هو ده اللي بيقول فعلا ده ألسر، يبقى مش اي ميوكوزا واقعه وتحتها نورمال تقول عليها ألسر، لازم الميوكوزا تبقى واقعه وتحتها حاجه اسمها الألسر بيد، والألسر بيد ده بيكون جرانيوليشن تيشو يعني شويه كابيلرز وفايبروبلاست. الاكيوت جاسترايتس بقى دي اكيوت جاستريك ألسر
عامل طبعا ديفكت في الميوكوزا. ايه سببه؟ سببه ممكن دراج زي ال NSAID اللي هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وليه اسباب تانية كتير قوي. ممكن يبقى ستريس ألسر، الناس اللي هم مثلا في سيفير تروما او سيفير سيبسز، الناس اللي هم بيكونوا داخلين العمليات عندهم سيفير شوك، الحاجات دي كلها اسمهم ستريسفول كونديشن. تمام، فالستريسفول كونديشن دي طبعا بتزود الفيجل تون وتزود الريليز بتاع ال HCL وتعمل لنا ألسرز اسمها ستريس ألسر. عشان كده تلاقي اي عيان محجوز في الرعاية عشان ما يجيلوش الاستريس ألسر ده، تلاقي دايما مع ايا كان هو عيان بايه، تلاقي دايما في تذكره العلاج بتاعته مكتوب له زنتاك، مكتوب له قراص زنتاك مع العلاج بتاعه كله. ليه زنتاك؟ ما هو ما عندوش حاجه، عشان خاطر احميه من الاستريس ألسرز. تمام، بعد كده في حاجه اسمها كيرلينج ألسر. كيرلينج ألسر ده نوع من انواع الكرونيك جاستريك ألسر، وده سوري الاكيوت جاستريك ألسر اللي بيحصل في منطقه الديودينم بوست بيرن، بعد بيرن او تروما لقوا ان بقى لقوا في اسوشيشن كده، ما نعرفش الميكانيزم بتاعه، ان بقى في ألسر موجود في الديودينم معاه، بيسموه كيرلينج ألسر، هو اكيوت ألسر. لقوا ان في حاجه اسمها كوشنج ألسر، وده بيطلع مع ايه؟ كوشنج ألسر ده ألسر في الإسوفيجس أو في الديودينم، مهم الألسر ده أو في الاستومك طبعا. الألسر ده بيحصل مع الانتراكرينيال ديزيز، لقوا إن الناس عندها أمراض في المخ بعدها على طول لقوا معاهم أسوشيتد ألسرز في الاستومك أو الديودينم أو الإسوفيجس. ليه؟ قال لك لأن حصل زيادة برضو في الفيجال تون، ولما حصل زيادة في الفيجال تون حصل زيادة في الـ HCL سكريشن فعمل ألسر. تمام، يبقى الاستريس ألسر والكيرلينج ألسر والكوشنج ألسر دول تايبس من الأكيوت ألسرز، بيبتيك ألسر. الجروس بيكتشر بنلاقي طبعا ميكوزال ديفكت موجودة في أي حتة في الاستومك، حتة صغيرة حوالي 1 سنتي أو حاجة، وبيكون فيها طبعا إيه؟ هيموريج، لكن وحواليها الميكوزا بتبقى نورمال. لقوا تحت الميكروسكوب إن أنت عندك طبعا إيه؟ عندك الألسر ده في ميكوزال ديفكت تحت الميكروسكوب، تحته فيه اللي هي الألسر بيد اللي هو الجرانيوليشن تيشو، بس طبعا مفيش فايبروزس ولا سكار لأن دي حاجة أكيوت. طب كلينيكال العيان يشتكي بايه؟ يشتكي طبعا بجاسترايتس، يشتكي اللي هو ايبيجاستريك بين يعني. تمام، الكومبليكيشن الالسر ده يحصل منه ايه؟ يحصل في سيفير بليدنج، العيان يرجع دم، يحصل هيماتيمسيس. تمام، بس غالبا بيحصل في الاخر هيلينج، الميوكوزا دي يحصل لها ري ايبيثيلايزيشن، يعني الميوكوزا الواقعه دي تريجنريت تاني وخلاص. تمام، اول ما تشيل سبب الالسر نفسه، لو بياخد نون ستيرويد وقف النون ستيرويد، لو بياخد كورتيزون وقف الكورتيزون، هتشيل الكوز الالسر هيهيل وهيلم ومش هيحصل فيه اي حاجه. تعال ندخل بقى للكلام المهم قوي اللي هو البيبتيك ألسر. البيبتيك ألسر فيري امبورتنت. البيبتيك ألسر اللي هو البي يو دي او البيبتيك ألسر ديزيز ده حاجه من اهم الامراض اللي موجوده في الاستومك، ومن اهم المواضيع طبعا اللي تيجي في الامتحان. ايه بقى البيبتيك ألسر ديزيز ده؟ ده كرونيك ديفكت. احنا خدنا الاكيوت ألسر، لا البيبتيك ألسر ده بقى كرونيك ميكوزال ديفكت. الكرونيك ميكوزال ديفكت ده نتيجة لإيه؟ نتيجة لحاجة من الاتنين، يا إما أنا كسرت الإبيثيليال بارير والميوكوزال بارير اللي مسؤولين إن هم يحموا الاستومك من الأسد اللي فيها، يا إما أنا أصلا زودت الأسد. تمام، يبقى هو حصل فيه ميوكوزال ديفكت، والميوكوزال ديفكت ده كرونيك وفي الآخر خالص بيهيل بفايبروزس وسكار. طيب إيه سببه؟ سببه حاجة من الاتنين، يا اما حضرتك دمرت الابيثيليال بارير والميوكوزال بارير اللي بيحمي الاستومك من الايفكت بتاع الاتش سي ال، يا اما وده ممكن يحصل، يعني ممكن يحصل ألثر نتيجه للديفكت في الابيثيليوم او الميوكوزال بارير والاتش سي ال يبقى نورمال عادي، بس المشكله ان انت دمرت البارير فالاتش سي ال عمل جاسترايتس حتى لو كان هو شخصيا نورمال. يا اما بقى الاتش سي ال عالي جدا حصل هايبر اسيديتي، يبقى دي من اسباب البيبتيك ألسر ديزيز، ان انت يا اما عليت بالاسد يا اما دمرت الابيثيليال بارير والميوكوزا البارير اللي هم اصلا بيحموا من الاسد، وساعتها ممكن يحصل ألسر حتى مع اللو ليفل او النورمال ليفل من الاسد. طب بيحصل فين؟ بيحصل في اي حته اكسبوزد للاسد سكريشن، للاتش سي ال سكريشن، زي ايه؟ الاستومك، الاستومك شخصيا خلاص، وبالذات في منطقه الليسر كيرفيتشر. الليسر كيرفيتشر ده ليه الحته دي؟ يعني لو انت عندك ده كده الاستومك اهي، لو دي كده ادي كده الاستومك، لو دي كده الاستومك، فهو بيحب ده طبعا، ده الجريتر كيرفيتشر وده الليسر كيرفيتشر، هو بيحب يطلع قوي في منطقه الليسر كيرفيتشر. في رسمه مهمه بتوضح يعني الاماكن اللي بيحصل فيها بيبتيك ألسر، ان هو اول حاجه ممكن يحصل فين؟ اول حاجه في منطقه الاستومك يحصل
في منطقة الليسر كيرفيتشر هنا يحصل فيها بيبتك ألسر. يحصل فين تاني؟ يحصل في الديودينم هنا في الفيرست بارت بتاع الديودينم. يحصل فين تاني؟ يحصل في الإسوفيجس. ليه يحصل في الإسوفيجس؟ فاكرين ان المرة اللي فاتت لما قلنا في ديزيز اسمه جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز، ان في الجاستريك كونتنت بيرفلكس على الإسوفيجس، فممكن الريفلكس ده يعمل بيبتك ألسر في الإسوفيجس. ممكن يحصل في حاجه اسمها ستومال ألسر. ايه ستومال ألسر؟ في ناس في عمليات معينه بنشيل حته من الديودينم، فلما نشيل حته من الديودينم بيبقى الجيجنم متوصل على طول بالاستومك خلاص، فبيكون في ستوما فاتحه ما بين الاستومك وما بين الجيوجينم خلاص، فالحته دي الاستوما دي بتبقى اكسبوزد للاسيد سكريشن، ممكن يحصل فيها بيبتك ألسر. الناس اللي عندهم ميكل دايفرتيكولي، والميكل دايفرتيكولي دي اوت باوتشنج موجود في الديودينم، والاوت باوتشنج ده بيكون في ايه؟ بيكون في ريمننت من الجاستريك ميكوزا، فبتطلع برضو اتش سي ال، فيحصل فيه برضو بيبتك ألسر. في حاجه اسمها زولينجر اليسون سيندروم. ايه الزولينجر اليسون سيندروم ده؟ ده بيكون فيه ورم في البنكرياس، الورم ده بيطلع هاي كونتنت من الجاسترين، فالجاسترين ده يزود ال HCL secretion ويعمل لنا peptic ulcer. تمام؟ ويعمل peptic ulcer فين؟ في الجي في 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 الجي في الـ في الديودينم والجوجينم، عشان هما دول اللي بيبقوا اكسبوزد للجاسترين او للافكت يعني بتاع الجاسترين اللي طالع من البنكرياس. يبقى ايه المناطق اللي بيحصل فيها peptic ulcer؟ اول حاجه عند الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك خلاص. تاني حاجه يحصل عند الفيرست بارت بتاع الديودينم. يحصل في الاسوفيجس مع الجاسترو اسفجير فلوكس ديزيز. استومال ألسر في حالات الجاسترو جيوجينوستومي. يحصل في الميكل دايفرتيكولي خلاص ماشي، لما بيكون في ريمننت من الجاستريك ميكوزا، وبيحصل مع زولينجر اليسون سيندروم. طب البيبتيك ألسر ده بقى بيحصل ليه، او ايه هي الباثوجينيسيس بتاعته؟ زي ما اتفقنا الباثوجينيسيس بتاعته يا اما اصلا هايبر اسيديتي، يا اما زياده في الاسيد سكريشن، يا اما بسبب ان في ديفكت في الميكوزا البارير او في الابيثيليال ايه بارير. طب ايه الاسباب؟ ايه اللي يعمل كده او ايه اللي يعمل كده؟ طبعا عندنا الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس ممكن بتعمل ايه، في منها ايفكت انها بتزود الاتش سي ال سيكريشن زي ما احنا خدناها من شويه، الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس. تاني حاجه اللي هي الزولينجر اليسون سيندروم، وده عباره عن بانكرياتيك تيومر بيطلع اماونت عاليه جدا من الجاسترين، فالجاسترين ده يقوم مزود الاتش سي ال سيكريشن منين؟ من البارايتال سيلز اللي موجوده في الاستومك. دي كلها اسباب بتزود الاتش سي ال. تاني حاجه اي حاجه تعمل ستريس وتزود الفيجال تون هتزود الاتش سي ال سيكريشن، يبقى دي كلها كوزس من الهايبر اسيديتي اللي ممكن تزود الاتش سي ال فتعمل لنا البيبتيك ألسر ديزيز. طيب البيبتيك ألسر ده اهم منطقتين بيحصل فيهم هو يا اما في الاستومك اسمه جاستريك ألسر، يا اما في الديودينال اللي هي ديودينال ألسر. دول التو موست كومن سايتس من السايتس اللي احنا قلنا عليهم كلهم. لقوا ان الديودينال ألسر بيحصل غالبا نتيجه الهايبر اسيديتي، نتيجه لزياده في الاتش سي ال سيكريشن وخصوصا بالاتش بايلوري جاسترايتس. لكن لقوا ان الجاستريك ألسر غالبا بيحصل مع اللو اسيديتي او مع النورمال اسيديتي، يبقى السبب ايه؟ السبب ان في ديفكت في الابيثيليال بارير، في التايت جانكشن الموجوده اللي بتوين الابيثيليوم اللي قلناها في اول الحصه باظت، فخلت الاتش سي ال يعدي ويافكت على الجاستريك ميكوزا. يا اما في ديفكت في الميوكاس بارير والبايكربونيت سيكريشن، فبالتالي انا بوظت الميوكاس بارير او بوظت الابيثيليال بارير، يبقى هعرض الجاستريك ميكوزا للايه؟ للافكت بتاع الاسيد. يبقى لقوا ان الديودينال ألسر من بيحصل اكتر مع الهايبر اسيديتي، ولقوا ان الجاستريك ألسر بيحصل اكتر مع الديفكت في الميوكوزا البارير او الابيثيليال بارير، ودي ملهاش اسباب، هما لقوها كده. تمام؟ طب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل هايبر اسيديتي وتعمل ديودينال ألسر؟ قلنا اهم سبب فيهم الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس. ايه الاسباب بقى اللي تعمل ديفكت في الميوكوزا البارير والابيثيليال بارير فبالتالي تعمل جاستريك ألسر؟ قال لك ممكن الهاي كونتنت من الكورتيكوستيرويد او الانسيد. تمام؟ او الناس اللي هم بيشربوا كحوليات كتير. تمام؟ او لقوا كمان ان برضو الاتش بايلوري اسوشيتد انفكشن ساعات بتطلع سيتوكاينز او بتطلع انفلاماتوري رياكشن تدمر الميوكوزا البارير وتدمر الابيثيليال بارير ده. طب ايه بقى المورفولوجي؟ ايه بقى شكل الاستومك جروس ومايكروسكوب في حالات البيبتيك ألسر ديزيز؟ لما نيجي ناخد الجروس بيكتشر
بتاعه البيبتيك ألسر، معلش انا اسفه، لما نيجي ناخد الجروس بيكتشر في البيبتيك ألسر لقينا طبعا اول حاجه لازم نتكلم عن السايت. احنا اتفقنا ان السايت بتاعه يا اما طبعا في الاستومك في الفيرست بارت في الليسر كيرفيتشر، يا اما في الفيرست بارت بتاع الايه بتاع الديوتينم. تمام. لقوا ان شكل الالسر بقى بيبقى عامل ازاي؟ لقوا ان شكل الالسر غالبا بيبقى سمول 1 لـ 2 سنتي، لقوه يا اما بيبقى راوندد او اوفال الالسر، ولو ان الايدجز بتاعته عباره عن ايه، يا اما شارب ايدج بالمنظر ده، يا اما سلوبنج ايدج، ايدجز مزحلقه بالمنظر ده، يبقى ده شكل يا اما شارب ايدج يا اما سلوبنج ايدج. والفلور بتاعتها بتبقى كلين ليه؟ عشان خاطر في بيبتيك اللي بيبسين ده بيدايجست اي نيكروتيك تيشو موجود في الفلور، فلقوها ان بيبقى ليها كلين فلور، والبيز اللي تحت تبقى انديوريتد اند فايبروزد. يبقى هو عبارة عن ألسر موجود يا إما في الفيرست بارت ديودينم، يا إما موجود عند الليسر كيرفيتشر في الايه في الاستومك. لقوا ان الألسر ده عبارة عن ايه، راوندد او اوفال ألسر، ليه شارب ايج او ليه سلوبينج ايج، والفلور بتاعته كلين نتيجة للدايجيشن بالبيبسن. ولقوا كمان الفلور بتاعته بتبقى ايه، انديوريتد اند فايبروزد، ده شكله بالجروس بيكتشر. طب تحت الميكروسكوب بقى هتلاقي ايه؟ طبعا هتلاقي تحت الميكروسكوب ان في طبعا انفلترت بالليمفوسايتس والبلازما سيلز والبوليمورفز، خلاص. وبنلاقي برضو الجرانيوليشن تيشو بتاعت الالثر بيد اللي احنا قلنا عليها دي من مع الاكيوت ألثر. يعني بتلاقي فيه طبعا ميكوزال ديفكت، والميكوزال ديفكت تحتها في دنس انفلترت بالليمفوسايتس والبلازما سيلز والبوليمورفز، وتحتهم في جرانيوليشن تيشو. الالسر ده ممكن بعد كده يجرى له ايه، الابيثيليوم اللي فوق ده هيهيل بالريجينريشن، لكن ما تحته تحت الابيثيليوم هيهيل طبعا بالفايبروزس. العيان بيجي بيشتكي من ايه؟ العيان ممكن يشتكي طبعا من بليدنج، ممكن يشتكي من ابيجاستريك بين، خلاص. بس الابيجاستريك بين بتاعه ده بيبقى ريليفد بالحاجات الالكالي او بالفود، يعني اول ما ياخد حاجه الكالاين تعادل الهايبر اسيديتي اللي عنده دي هتخف. تمام. بعد كده بقى تعالوا بقى اهم حاجه بقى في الموضوع، الكومبليكيشن بتاعت بيبتيك ألسر. والكومبليكيشن بتاعت بيبتيك ألسر دي مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه من الكومبليكيشن ممكن يحصل بليدنج، ممكن يحصل اي فيسلز موجوده في الألسر بيد على طول تفتح، والعيان يا اما يرجع دم يحصل له هيماتيمسيس، يا اما الدم ينزل دم موجود في الاستومك وكمان حصل له دايجيشن بالبيبتين بيسموه اولترد بلاد. يبقى الدم اللي نازل من الاستومك بيسموه altered blood، فلما ينزل مع الاستول يسموه ميلينا. يعني ايه ميلينا؟ يعني دم بني، دم بني نازل مع الاستول، نازل من الانس. يبقى الهيماتيمسيس ده عيان بيرجع دم، لكن ميلينا يعني عيان فيه دم بني نازل مع الاستول او نازل من الريكتم والانس. ليه altered؟ لان هو معدي على الاستومك، معدي على الدايجستيف انزيمز اللي موجوده في الاستومك. على عكس ان لو في كونديشن بتعمل بليدنج من الجي اي تي تحت الاستومك، دي ممكن تعمل لنا فريش بلاد، تنزل فريش بلاد، ما يبقاش altered blood. يبقى altered blood ده اللي هو الدم البني ده لو مصدر جاي منين؟ جاي من الاستومك، عشان بيبقى الدم ده متعرض للدايجيشن فبيبقى لونه بني، فبالتالي العيان تلاقيه لما ينزل مع الاستول دم يبقى لونه بني. يعني ما ينفعش دم نازل من الاستومك مصدره الاستومك ولاقيه فريش بلاد في الاستول، مستحيل، لازم تبقى ميلينا يعني دم بني. طيب بعد كده طبعا العيان خلاص بيشتكي من بليدنج، العيان ممكن يشتكي من ايه؟ ان الالسر ده يبنتريت، خلاص يتخرم، يحصل بيرفوريشن للالسر. واتفقنا قبل كده ان اي بيرفوريشن في اي اورجان في الجي اي تي على طول يعمل ايه؟ بيريتونايتس. تمام. الالسر ده ممكن يهيل باي فايبروزس، فلو لو حصل له هيلينج باي فايبروزس يقفل البايلورس فيعمل لنا طبعا بايلوريك اوبستراكشن. تمام. الالسر ده ممكن يقلب مالجننت، بس اللي بيقلب مالجننت هو الجاستريك ألسر، الجوجينال ألسر ما بيقلبش مالجننت ابدا، الجاستريك ألسر بس اللي بيقلب مالجننت. ودي حاجه مهمه جدا جدا في الام سي كيو، ان الجاستريك ألسر يقلب مالجننت لكن الجوجينال ألسر لا. تمام. طيب بقينا بقى اخر حاجه النهارده اللي هي الجاستريك كانسرز او الجاستريك تيومرز. الجاستريك تيومرز الجدول اللي هو لونه لبني ده بيج 85، ده مهم جدا للكلاسيفيكيشن. اي ممكن اقول لك كلاسيفاي او ليست او انيوميريت الجاستريك تيومرز، فخلي بالك ان الجاستريك كارسينومز او الجاستريك تيومرز دي مهمه جدا 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 الكلاسيفيكيشن بتاعتها.
اول حاجه هنبدا بالبيناين تيومرز. البيناين تيومرز بوليبس، بوليب بروجكشن من على السيرفيس بتاع الجاستريك ميوكوزا. البوليب دي ممكن تكون هايبر بلاستيك، شويه هايبر بليزيا في الجاستريك ميوكوزا الجلاند، عاملين كفرنج لفايبرو فاسكولار كور، ودي ما فيهاش مشكله خالص. في نوع تاني بقى من البوليبس اسمه الادينوميتس بوليب، والادينوميتس بوليب ده نوع بيكون فيه برضو بروجكشن من على السيرفيس، وفيه برضو بروليفريشن من الجاستريك ميوكوزا، بس بيكون معاه ديسبليزيا. واتفقنا يعني ايه ديسبليزيا في جلاند؟ اتفقنا ان الديسبليزيا في الجلاند ان الجلاند بدل ما هي كانت ميوسين سكريتنج بالمنظر ده، حصل ميوسين دي، الميوسين جوه السل زائد النيوكليس لتحت، فبتبان لونها ابيض. اول ما يحصل ديسبليزيا يحصل ميوسين ديبليشن، الميوسين ده كله يقع، والنيوكليس بدل ما هي نايمه تبقى واقفه على حيلها كده، فتبان الجلاند ان هي هايبر كروماتيك، يعني بقت زرقاء. فالادينوميتس بوليب دي عباره عن بوليب في الاستومك، بس البوليب دي فيها ايه؟ فيها ديسبليزيا، فبالتالي الادينوميتس بوليب دي بريكانسرس، لكن الهايبر بلاستيك بوليب مش بريكانسرس. يبقى الادينوميتس بوليب دي مالها؟ دي بريكانسرس. تمام تمام قوي. الجاستريك كانسر بقى هناخد الكارسينوما بتاعه الاستومك. احنا عندنا طبعا هنقسم الجاستريك تيومرز لايبيثيليال وليميزينكايمال، والايبيثيليال بيناين وماليجنانت، والميزينكايمال بيناين وماليجنانت. الايبيثيليال البيناين قلنا البوليبس اللي احنا قلنا عليها، سواء كانت اللي هي الهايبر بلاستيك بوليب او سواء كانت الادينوميتس بوليب. لكن الماليجنانت تيومر اللي هم الجاستريك كارسينوما اللي هنتكلم عليه، الميزينكايمال تيومرز طالعين من الاستومك برضو يا بيناين يا ماليجنانت، يا اما لايوميوما طالعه من الماسل لاير بتاعه الاستومك، يا اما شوانوما طالعه من البريفرنت نيرفز الموجوده في الاستومك، يا اما حاجه اسمها الجست اللي هو الجاسترو انتستينال استرومال تيومر، وده هنقوله النهارده. يا اما ماليجنانت تيومرز طالعين من الاستومك، ماليجنانت ميزينكايمال يعني اللايوميوما، الماليجنانت بتاعها اللي هي اللايوميوساركوما. تمام. الجست ده في منه برده ماليجنانت تايب. تمام. يا اما الليمفومز اللي هي بتبقى بتطلع مع الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس، عشان انا بيطلع معاها ساعات ليمفوما. تمام. تعالوا نتكلم عن اول حاجه في المالجننت تيومرز، المالجننت ايبيثيليال تيومرز اللي هما الجاستريك كارسينوما. الجاستريك كارسينوما الانسيدنس بتاعها غالبا بتحصل مور كومن في الميلز، في الميلز اللي فوق 40 سنه، وكمان قلنا بتبقى هاي كونتنت في مناطق اللي هي اليابان، سوري هاي انسيدنس في مناطق اليابان والمناطق دي، بس دلوقتي كان زمان يعني، دلوقتي ما بقاش بقى خلاص، بقت يعني بقت نسبتها قليله قوي في الكونتريز دي. لقوا ان هي بقى في ايه، في predisposing factors مهمين جدا لحدوث الجاستريك تيومرز. لقوا اهم predisposing factor الاتش بايلوري. اتفقنا ان الاتش بايلوري ساعات بتقلب بانجاسترايتس، ولما تقلب بانجاسترايتس ممكن تعمل مالتي فوكال اتروفي جاسترايتس، والاتروفي ده يحصل عليه انتستاينال ميتابليزيا، والانسان ميتابليزيا تقلب بادينو كارسينوما. تمام. طيب ليه بقى، ليه الاتش بايلوري؟ لقوا ان الاتش بايلوري بتعمل كانسر. ليه؟ لقوا ان هي بتطلع بتزود بكتيريا معينه نتيجه، طبعا اصل الاتش بايلوري دي بتقلل الاسيديتي، بتعمل هايبو اسيديتي لان هي بتعمل اتروفي في الجاستريك ميوكوزا. فلما تعمل اتروفي بتزود بروليفريشن بتاع بكتيريا معينه، البكتيريا دي بتطلع كارسينوجين من الاكل اللي هو النيتروزامين. ولقوا كمان ان مع الاتش بايلوري انفلاميشن في هاي تيرن اوفر، يعني خلايا بتموت وبتريجنريت، في هاي تيرن اوفر لان في انفلاميشن، فالتيرن اوفر ده بيزود الميوتيشن اللي جوه السل. من اهم الميوتيشن حاجه اسمها لوس اوف الاي كادرين. الاي كادرين ده، الاي كادرين ده تيومر سبريسور جين، ربنا خلقه لنا في جسمنا عشان يحمينا من حدوث التيومر. فلما بيحصل لوس اوف الاي كادرين ده بيبقى زياده في احتمالات التيومرز. تمام. طيب ايه تاني غير الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس؟ الاوتو اميون جاسترايتس. فاكرين لما قلنا الاوتو اميون جاسترايتس بيحصل معاه جاستريك اتروفي، وبيحصل معاه برضو انسان ميتابليزيا، وبيحصل معاه ادينوكارسينوما. ايه تاني؟ الادينوميتس بوليب اللي قلنا عليها من شويه. لقوا ان كمان بيحصل مع الفود اللي بيحتوي على نايترايتس عاليه اللي عشان بتتحول للنيتروزامين، والنيتروزامين ده كارسينوجينيك. لقوا كمان ان هو بيحصل في الناس اللي هم بالذات موركم حاجه ليها علاقه بالجينيتكس. لقوا ان الناس اللي هم جروب اي بلاد جروب اي دول عرضة اكتر لحدوث الجاستريك كارسينوما. طيب المورفولوجي بقى جروسلي زي اي كارسينوم،
يا اما فانجيتنج بوليبويد ماس، يا اما مالجننت ألسر، يا اما الديفيوز، تمام، اللي هي الكارسينوما العاديه اللي احنا واخدينها من الجنرال. طب تحت الميكروسكوب بقى ليها تو تايبس، قسموها تبع كلاسيفيكيشن اسمها اللورين كلاسيفيكيشن. اتقسمت ايه بقى باللورين كلاسيفيكيشن دي؟ اكوردنج للورين كلاسيفيكيشن احنا قسمناها لتو تايبس، حاجه اسمها الانتستاينال تايب وحاجه اسمها الديفيوز تايب. يبقى اكوردنج للورين كلاسيفيكيشن احنا قسمناها الانتستاينال تايب وقسمناها لحاجه تانية اسمها الديفيوز تايب. ايه الفرق بين الانتستاينال تايب جروسلي ومايكروسكوبيك والبريديسبوزنج فاكتور؟ الانتستاينال تايب دي غالبا جروسلي بتبقى بالكي اكزوفيتنج ماس، اللي هي يعني ايه اكزوفيتك ماس؟ اللي هي الفانجيتنج بوليبويد، يا اما تيجي بالسر، يعني يا اما شكل الانتستاينال تايب من الجاستريك كارسينوما انها تبقى بالمنظر ده، يا اما تبقى اكزوفيتك ماس بالمنظر ده، ماس كده بتبروجكت في الليومن بتاعت الاستومك، يا اما تبقى مالجننت ألسر اللي هو ريزد ايفيرتد ايدج وراف نيكروتيك فلور وانجوريتد بيس. اكتبها جنبها، اكتب وصفه جنبها، تمام. يبقى المنظر ده والمنظر ده اللي هو يا اما بوليبويد فانجيتنج ماس يا اما الجاستريك ألسر، ده بيحصل اكتر مع مين؟ بيحصل اكتر مع الانتستاينال تايب جاستريك كارسينوما. طيب بعد كده تحت الميكروسكوب الانتستاينال تايب جاستريك كارسينوما دي بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى مكونه جلاندز، جلاندز بالمنظر ده، مالجننت جلاندز. شايفين المنظر اللي فوق ده؟ ادي جلاندز اهي، والجلاندز دول لايند بسيلز، والسيلز دهيت شو فيتشرز اوف انابليزيا لانكريز ان سي ريشيو وهايبركروميزيا وبرومينت ميتوتيك فيجر وبرومينت ايه نيوكليولاي وبليومورفيزم. فالانتستاينال تايب جاستريك كارسينوما يا اما بتبقى فانجيتنج بوليبويد او ulcerative بالجروس بيكتشر، وتحت الميكروسكوب بتعمل لنا ايه؟ مالجننت جلاند، وساعات مع المالجننت جلاند دول يبقوا اسوشيتد مع ميوسين سكريشن فتبقى ميوكويد ادينوكارسينوما. طيب يبقى وجود الجلاند دي بنسميها انتستاينال تايب جاستريك ادينوكارسينوما. ايه اللي بيبريديسبوز للانتستاينال تايب جاستريك ادينوكارسينوما دي؟ اللي هي الادينوميتس بوليب اللي معاها ديسبليزيا. يبقى الادينوميتس بوليب اللي معاها ديسبليزيا او الحالات الاتروفي اللي معاها انتستاينال ميتابليزيا وديسبليزيا دي بتبريديسبوز للانتستاينال تايب ادينوكارسينوما. لما نيجي بقى نتكلم عن الديفيوز تايب جاستريك كارسينوما، شكلها بيبقى عامل ازاي جروسلي؟ شكلها بيبقى عامل بالمنظر ده، انفيلتريتيف جروس، بتبقى بتمشي كده في الوول، جوه الوول بتاع الاستومك، انفيلتريتيف جروس. شايفين احنا قلنا الانتستاينال يا اما بوليبويد فانجيتنج يا اما الالسر، لكن الديفيوز تايب جاستريك كارسينوما بتبقى بالمنظر ده، بتبقى بالمنظر اللي هو المالجنانسلز سرحة في كل الوول بتاع الاستومك. فلما المالجنانسلز تسرح في كل الوول بتاع الاستومك ده، تخلي الاستومك الوول بتاعها very rigid and contracted. ولما يبقى very rigid and contracted بيبقى بالظبط بالظبط شبه، عارفين القربة بتاعة المية السخنة اللي هي الجلد دي اللي احنا بنحطها على ظهرنا، بنملاها مية سخنة نحطها على ظهرنا لما ظهرنا يبقى تعبان، هي بالظبط الاستومك بتبقى شبه القربة دي، بيسموها leather bottle appearance من كتر ما الول بتاعها بقى ستيف وبقى كونتراكتد من مالجنان سيلز اللي سارحه في الول كله، اللي هو الديفيوز تايب جاستريك ادينوكارسينوما. بيسموها ايه دي؟ بيسموها اللاينايتس بلاستيكا، بيسموا الاستومك دي اللي فيها ديفيوز ادينوكارسينوما بيسموها اللاينايتس بلاستيكا، والاستومك بيكون شكلها جروسلي اللي هي ليذر بوتل ابييرنس. طب شكلها ايه تحت الميكروسكوب؟ الاستومك دي اللي فيها ديفيوز تايب ادينوكارسينوما غالبا بتبقى associated مع جين ميوتيشن في الاي كادرين، اللي هي loss of الاي كادرين expression. الاي كادرين ده يا ولاد هو المسؤول ان الخلايا تبقى كوهيسف، تبقى ملزقه في بعض. لما يحصل loss of الاي كادرين expression تبقى الخلايا بعد عن بعض، مفيش tight junctions ما بينهم، فبتلاقي ان السيلز اللي في الديفيوز تايب ادينوكارسينوما characterized by loss of الاي كادرين expression. الاي كادرين ده بيخليهم كوهيسيف، فلما يحصل loss of اي كادرين اكسبريشن هتبقى الخلايا دول ديسكوهيسيف. يعني ايه ديسكوهيسيف؟ يعني تلاقوا الخلايا سارحين في الجاستريك وول وبعاد عن بعض خالص بالمنظر ده، هتلاقي الخلايا كل شايفين دول بتوع الانتستاينال تايب عاملين جلاند، لكن بتوع الجاستريك تايب اللي هو الديفيوز تايب بيكون كل خليه فيهم بعيده عن التانية، كل واحده ماشيه مع نفسها، مش عاملين جلاند. ليه؟ عشان خاطر فيه loss of الإي كادرين expression المسؤول عن الكوهيجن.
وشوية خلايا منهم تتعبى ميوسين، يحصل فيه intracellular ميوسين accumulation. فالintracellular ميوسين accumulation ده يبوش النيوكليس to one side، فيدي الخلية شكل الايه، شكل signet ring appearance. ودي الديفيوز تايب جاستريك ادينوكارسينوما ملهاش predisposing factor. يبقى لما حضرتك تيجي تفرق لنا بين الانتستينال تايب والديفيوز تايب ادينوكارسينوما، دي شكلها جروسلي بالكي او اكزوفيتك ماس او ulcerated ماس، لكن دي انفلتراتيف جروس. دي بتبقى عباره بتعمل جلانز ويز او ويزاوت ميوسين سيكريشن، دي بتكون ديسكوهيسيف سيلز عامله انفلتريشن للجاستريك وول، يديله شكل الليذر بوتل ابييرنس او اللي اسمها اللاينايتس بلاستيكا. السيلز دول بيوبليتريت الجاستريك روجي، يعني بتلاقي الاستومك خلاص ما عادش فيها روجي، بقت مفروده، بقت عباره عن كيس، حاجه كونتراكتد وريجيد وستيف، مالجنان سيلز ماشيه تحت الميكوزا، فبالتالي الروجي دي كلها يحصل لها اوبليتريشن. تمام. والسيلز دول بيبقوا ماشيين على ديزموبلاستيك ستروما. يعني ايه ديزموبلاستيك ستروما؟ يعني ستروما سيفيرلي فايبروتيك. احنا قلنا سيفير فايبروزس حوالين المالجنان سيلز اسمه الديزموبليزيا. سام سيلز بتاكواير انتراسيلولار ميوسين، فبالتالي يدي شكل السيل سيجنت رينج ابييرنس. البريديسبوزنج فاكتور في الانتستينال ادينوكارسينوما بتبقى الديسبليزيا او الادينوميتس بوليب، لكن اللي في الجاستريك ديفيوز تايب ادينوكارسينوما ما بيكونش لها بريديسبوزنج فاكتور. قال لك احنا هنقسم الجاستريك كانسر ده على حسب هما بيوصلوا لغاية فين. يعني قلنا ان الجاستريك كانسر لما يعمل انفيجن للميوكوزا والساب ميوكوزا بس هسميه ايرلي، ولما يروح يسرح اكتر وينفيد الماسكولاريس اكسترنا فانا هسميه ليت او ادفانسد. تمام. يبقى قسموه ايرلي او ادفانسد على حسب هو بينفيد لغاية فين. طب كلينيكالي العيان عنده طبعا المانيفستيشن بتاعت الكانسر، عنده كاشيكسيا، عنده بليدنج انيميا، طبعا عنده مش قادر يبلع، عنده ديسفيجيا، عنده سبيبسيا يعني ابيجاستريك بين. تمام. وويت لوس بقى والحاجات دي بتاعت المالجنسي كلها. طب الكومبليكيشن بقى بتاعت الجاستريك كانسر مهمه جدا جدا. اول حاجه يحصل بليدنج، العيان يا اما يرجع دم هيماتيمسيس، يا اما اولترد بلاد ينزل مع الاستول اللي هو الميلينا. طيب يا اما يحصل ايه، يا اما طبعا يحصل فايبروزس برضو في منطقه البايلوريس، يعمل لنا بايلوريك اوبستراكشن واسوشيتد فوميتنج معاه. يا اما بليدنج من الريكورنت، يا اما انيميا من الريكورنت بليدنج ده، يا اما بقى السبريد. وفي رسمه كده بسيطه هتوضح السبريد. لو احنا عندنا دي كده الاستومك اهي، ادي الاستومك خلاص، وده الكانسر اللي فيها اهو. الكانسر ده ممكن يعمل دايركت سبريد، ممكن يروح للسبلين، ممكن يروح للكولون. تمام. ممكن يحصل له نودل سبريد، لمف نود سبريد، واللمف نود سبريد يروح لللمف نودز اللي حوالين الاستومك اللي هم البيريجاستريك لمف نودز، يا اما ممكن يروح للبارا اورتك لمف نودز اللي هم اللمف نودز اللي حوالين الاورطه، يا اما ممكن يبعت لللمف نود اللي فوق خالص في السوبرا كلافيكولار ريجن اللي هم السوبرا كلافيكولار لمف نود، الليفت بالذات اللي هي اللي اسمها الفيركاوز لمف نود. المهم ممكن يحصل طبعا ايه، بلاد سبريد، والبلاد سبريد عن طريق البورتال فين يروح يعمل ميتاستاسيس فين في الليفر. يا اما ترانزيسيلوميك سبريد اللي خدناه مع المالجنسي. الترانزيسيلوميك ده قلنا ان هم كانوا فاكرينه يا اما سبريد عن طريق البريتونيوم، ولقوا ان هو بلاد وليمفاتيك سبريد عادي. فيعمل لنا ايه بقى الترانزيسيلوميك سبريد ده؟ يعمل لنا بايلاترال اوفيريان ميتاستاسيس، بايلاترال اوفيريان ادينوكارسينوما اللي كنا بنسميه الكروكنبرج تيومر. ولو حصل سبريد عن طريق البريتونيوم طبعا اللي هو ترانسروميك سبريد، بيكون معاه ايه؟ بيكون معاه هيموراجيك اسايتس. يعني ايه هيموراجيك اسايتس؟ يعني نلاقي البريتونيوم معبي ميه مدممه. تمام كده. هيموراجيك اسايتس او هيموراجيك افيوجن ده بيحصل غالبا مع المالجنسي اللي بتتنقل ترانسروميك. اللي هي يعني ايه ترانسروميك؟ يعني عن طريق السيروس ميمبرين. طيب بعد كده بقى البتاع ده البروجنوزس بتاع الجاستريك كانسر. الجاستريك كانسر ده بيموت ولا مش بيموت ولا ايه؟ على حسب. على حسب ايه بقى؟ على حسب هو انفيد لغايه فين. هو وصل للميوكوزا وصاب ميوكوزا بس، ولا عمل انفيجن للماسكولاريس اكسترنا. تمام. وعلى حسب كمان هو عمل سبريد، عمل نودال سبريد، رايح لللمف نود ولا مش رايح، والكلام ده. في نوعين تاني من التيومرز. اول واحد فيهم ميزينكايمال تيومر اللي هو اسمه الجست، اللي هو اختصار جاسترو انتستينال سترومال تيومر. الجاسترو انتستين سترومال تيومر ده ميزينكايمال تيومر. الميزينكايمال تيومر ده طالع منين وهو بيناين ولا مالجنانت؟ اول حاجة هو طالع من سل اسمها السلوف كاجال، انترستيشال سلوف كاجال. ايه الانترستيشال سلوف كاجال دي؟
دي بتبقى سيل موجودة في الماسكولاريس بروبر بتاعة الاستومك. السيل دي مسؤولة عن تنظيم حركة البريستالزس بتاعة الجات، بيسموها البيس ميكر بتاعة الجات. يعني ايه بيس ميكر؟ يعني بتنظم الحركة. فالتيومر ده مصدره اللي هي الانترستيشال سيلز اوف كاجال دهيت. التيومر ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ شكله جروسلي. جروسلي عبارة عن فليشي ماس، والفليشي ماس دي بتبقى طالعة تحت الميكوزا، سب ميكوزا الفليشي ماس. تحت الميكروسكوب بيبقى شكله يا اما راوندد سيل ابيثيليال سيلز، يا اما سبيندل سيلز، فبيسموه ان هو ميكس ما بين السبيندل سيلز والابيثيليويد سيلز، ده اللي هو الجست. يبقى جروسلي عبارة عن فليشي سب ميكوزال ماس، تحت الميكروسكوب عبارة عن ميكس من الابيثيليويد سيلز والسبيندل شيبد سيلز. على حسب بقى، على حسب السايز بتاع التيومر جروسلي، وعلى حسب كمية الميتوزس اللي موجودة جوه كل خلية، ليه كده نسب معينة او كلاسيفيكيشن معين، زي جريدنج سيستم، زي نوع من انواع الجريدنج سيستم ده، بيقيس الميتوزس اللي جوه الخلية وبيقيس حجم التيومر. فبالنسبة في حجم معين من التيومر وكمية ميتوزس معينة في الخلايا، بيخلوا الجست ده بناين. وفي حجم معين من التيومر ونسبة ميتوزس معينة في الخلايا، بيخلوها مالجننت. يبقى أنا الجست ده ممكن يبقى بناين، ممكن يبقى مالجننت، على حسب إيه؟ على حسب السايز بتاع التيومر، وعلى حسب الكمية الميتوزس الموجودة فين في الخلايا. يبقى الجست ده أو الجسترو انتستينال تيومر، it's a mesenchymal tumor، تمام، طالع مينلي في الاستومك. السورس بتاعه الانترستيشال سيل اوف كاجال اللي هي البيس ميكر بتاع الجات. الجينيتك ميوتيشن اللي فيه، في ميوتيشن اوف جين اسمه تيروزين كاينيز، او اسمه سيكت، سيكت او تيروزين كاينيز، نوع من انواع تيروزين كاينيز يعني اسمه سيكت. الميوتيشن اللي فيه ده بيخليه يستجيب للتيروزين كاينيز انهبيتورز، خلاص، زي حاجه اسمها دواء اسمه ايماتينيب. الايماتينيب ده كيموثيرابي. طيب ده بيكون جروسلي عبارة عن سب ميكوزال فليشي ماس، بتتكون ايه تحت الميكروسكوب؟ ابيثيليويد سيلز وسبندل سيلز، والبيهيفير بتاعه بيناين ولا مالجنان، على حسب السايز بتاع التيومر، وعلى حسب الميتوتيك اكتيفيتي اللي جوه السيلز. طيب الورم الثالث اللي هناخده اللي هو الليمفوما في التيومرز. الليمفوما بتاعت التيومرز دي يا اما طالعه اون توب اوف اتش بايلوري اسوسييتد جاستريتس اللي هي المالت ليمفوما اللي قلنا عليها، خلاص، اللي هي الميكوز الاسوشيتد ليمفويد تيشو ليمفوما، يا اما طالع حاجه نوع تاني خالص من الليمفوما ملوش علاقه بقى بال اتش بايلوري، اسمه ديفيوز لارج بي ليمفوما، ديفيوز لارج بي سيل ليمفوما، ده نوع من انواع الليمفوما هناخده لسه لما ناخد شابتر الليمفو والسبلين. يبقى احنا خدنا دلوقتي كلاسيفيكيشن بتاع الجاستريك كارسينوما، يا بيناين يا 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 ابيثيليال ميزينكايم. الابيثيليال بيناين ومالجننت. البيناين الاثنين بوليبس، الهايبر بلاستيك والادينوميتس. المالجننت اللي هما الجاستريك كارسينوما. وخدنا كام ميزينكايم؟ قلنا يا بيناين يا مالجننت. البيناين لايو مايوما الجست، خلاص، لكن المالجننت لايو مايو ساركوما او الجست اللي هو الايه المالجننت. وخدنا كمان الليمفوما. الكوزس بقى بتاعت الهيماتيمسيس دي انتوا هتقروها، هتلاقوا في حاجات في الاسوفيجس بتعمل بليدنج، وحاجات بتعمل فوميتنج بلاد، يعني حاجات من الاستومك بتعمل فوميتنج بلاد، حاجات من الديودين بتعمل فوميتنج بلاد. يا اما جنرال كوز، الناس اللي عندها هايبرتنشن، الناس عندها مشاكل فيتامين سي ديفيشنسي، الحاجات دي. يبقى الهيماتيمسيس دي ممكن يجي سؤال ليست او كوز او انيوميريت الكوزس بتاعت الهيماتيمسيس في الامتحان، هتعرف ان هم يا اما كوز له علاقه بالاسوفيجس او بالاستومك او بالديودينم، وفي جنرال كوز. فدي طبعا سهله القرايه جدا، تجميع لكل الديزيز اللي احنا خدناها كده. انا خلصت الاستومك، المره الجايه ان شاء الله ندخل بقى في السمول واللارج انتستين.